من رحم المعاناة تولد الموهبة، هكذا كان شعار الفلسطيني محمد الشنباري الذي اشتهر في قطاع غزة بموهبته. فدعونا نرى الفيديو. محمد الشنباري موهوب بالفن في موازنة الأشياء، حيث أنه ينجح في موازنة جميع الأشكال والأحجام. الشنباري نشر مقاطع فيديوهات تظهر موهبته كما رأينا عبر حسابه الشخصي على فيسبوك. موهبة الشنباري كانت مسار اهتمام السوشيال ميديا، فتخطت أعماله حاجز 20,000 مشاهدة. من أشهر ما قدمه توازن بقايا حطام القصف الأخير على قطاع غزة.